السلام عليكم أصدقائي. اليوم في هاد الفيديو هذا غادي نوريكم هاد الخدمة هادي، هاد البريد هذا كيفاش حتى درناه في وسط هاد الكوزة اللي سبق ليا وضعت الفيديو ديالها. غتلقاو الرابط في صندوق الوصف. غنوريكم هاد البريد كيفاش خدمناه، وفي فيديو آخر غنوريكم هاد الطريقة هادي، طريقة ديال الحبة وفيها هاد البريد. اليوم غادي نوريكم هذا، مرة أخرى نوريكم الآخر. أنايا هنا بديت هادي، فغنخدم لكم هاد المعين هذا وغنوريكم هاد البريد هذا كيفاش غادي يجي. فانتبهوا هنايا معايا مزيان. اول حاجه غنطلعوا الابره من هنا، من هاد النهايه ديال هاد الاولى اللي خدمناها هادي، فغنطلعوا منها الابره. غنجيو حتى نقربوا لهاد الراس هذا، يعني نخدموا هنا هاد البلاصه هادي. فنحاولوا نثبتوا، فهنا هو تيكون مزير واحد شوي، وغنرجعوا نخرجوه من نفس المنطقة اللي خدمنا فيها في المرة الأولى اللي دخلنا منها الخيط، هي هذه. حاولوا نرجعوه منها الإبرة. سبق لي وضعت فيديو خاص بالبريد، ولكن بغيت نتشارك معاكم حتى هاد الديكور، هاد الشكل هذا. فهنا نتابعوا الحساب هنا، فغادي يكون عينكم ميزانكم. يعني انا هنا غادي نحاول نوضع تقريبا 20 وحده. فهنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. فانا هنا وضعت 20 وحده، فنجرو هنا بشويه الخيط. هذه اهم حاجه، ما تخدموش بالسرعه بزاف، فغادي نجرو في نفس الوقت. هذا الصبع هذا تيدفع تيهبط لكم هذا البريد، صبع تيجر واحد تيدفع. فغتستمروا حتى غادي يوصل معاكم البريد لهاد النقطه هذه البدايه. داكشي اللي غادي يبقى جرو بحال هكا باش يتزير مزيان. صافي، دابا ملي زيرناه نرجعو للنهايه، نجرو فيها الابره جيدا. هاي هنا تكونات عندنا هذه، فغنرجعو لهاد النص فيها، ماشي النص، غير واحد شوي من هنا تقريبا، من هنا باش تكون عندنا هاد الشكل، هاد الصغير هذا. فنخرجوه حتى نقربوا الوسط، ونجيو للراس، الراس ديال البريد اللي خدمناه، ونرجعوا نطلعوا الابره من نفس النقطه نفسها. فهنا غنوضع نفس العدد كما قلت لكم، 20، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. هنا قربت قادة ليا الخيط، 18 19 20. كما قلت لكم، الصبع تيجر الإبرة بالخيط ديالها، والآخر تيدفع. فغتجرو غير بشويه. انا هنا الخيط قرب يتقاد بحال هكا، غتلعبوا بحال هنا كتلعبوا غير بصبعكم هكا، وراه غادي خدامه راسو. مزيروش بزاف وما ترخفوش بزاف. فجروا هنا واحد شوي بحال هكا، هنا نرجعوا لهاد النقطه، هي نرجعوا نخرجوا منها الابره ونزيروا مزيان، فتتجيب هاد الشكل هذا. وضعناه هنايا، عوض فاش تبقى فارغه تتبقى تبان بواحد الشكل اللي ما كيبانش مزيان. فوضعنا لها الطريقه،
فهنا لهاد المرحله هذه انتبهوا معايا مزيان. هنا عندنا هاد المعين هذا، هاد المعين اعتبروه جوزه صغيره، هذه جوزه صغيره. كيفاش غادي نخدموها باش غادي يطلع لينا بنفس هاد الشكل ولا هاد الشكل هذا؟ فهنا غادي نقسموا هاد الجوزه على جوج من المنتصف، يعني غنطلعنا الخيط من هنا نرجعوا لهاد النقطه هذه اللي هي البدايه. قلت لك كما قلت لكم قسمناها على جوج الى نصفين، فنجروا الخيط ونطلعوه من نفس النقطه اللي بدينا منها اللي هي هذه، وغنبداو خدامين. فهنا هي هذه النقطه، كيفاش غادي نخدمو؟ هنا غنحاولوا نحسبوا من هنا حتى لهنا. غنوضع لي انا هنا غادي نوضع تقريبا 18، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. وضعت هنا 18، فغادي نجر انجر وفي نفس الوقت انا متبته هنايا الخيط بصبعي، فتنجر نحاول انني نقاد هاد البريد هذا اللي عندي. كل واحد وطريقته في البريد، هنا راه ماشي اي وحده كتخدم البريد فهي كتخدم بنفس هاد الطريقه. كل واحد تيحاول يلقى الطريقه اللي تجي سهله، فانا هنا تنخدم بهاد الطريقه هادي، هاد الطريقه تجيني سهله دغيا كنخدم بها. كاين اللي تيخلي النص ديال البره في التوب او في الرانده، انا ما تنبغيش نستعمل هذيك الطريقه لان البره بعد مرات كتوحل لك في وسط التوب ما كتخرج حتى يعني غير بالزز. فهنا واخا يبقى لكم هكا راه غادي يرجع، غنرجعوه مع غادي نتزيروا هاد الخدمه من الاسفل. فهنا وركوا عليه بالاسبوع ديالكم وجروا مزيان، فهاي هنا تبتات شدات بلاصتها. فغنجيو لهاد الجهه الاخرى، هنا هذه هي البدايه اللي غادي نحدوا بها حنا من هنا. فنرجعوا في نفس هاد النقطه اللي وضعنا فيها هاد الاولى باش تطلع لينا بنفس هاد الديكور هذا. في البريد ساهل، ماشي شي حاجه واعره، غير في البدايه تيبان صعيب، خصوصا هادوك اللويات بعد مرات تيتخسر الخيط، خاص الصبع يكون ناشف مزيان. فدائما حتى هنا غنوضع 18، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هنا ملي تكونوا كدوروا رجعوا بصبعكم بحالكم، 10 11 12 13 14 15 16 17 18، ضعت 18، حيدوا هذيك. فدفعوا بهذه الطريقة وجروا، كما قلت لكم راه كل واحد الطريقة ديالو في البريد، ماشي غتلقاوش نفس الطريقة عند كاع اللي تيخدموا اللي تيخدموا الراندة، كل وحدة غتلقاو كيفاش كتخدم. فهنا حاولوا ما تزيروش وما ترخفوش، المهم هو هادو يجيو هنا مقادين، دفعوهم. ما حد داكتي كدفعي وهو كيشد بلاصتو بهاد الطريقة هاد، كدفعي وهو كيشد بلاصتو، وفي نفس الوقت الخيط اللي اللور تيتراجع تينقص. فهنا غضطروا تستعملوا الاظافر والصبعان وكل شيء، يعني بشي الله هادشي غادي يثبت لينا مزيان، تيبغي شويه ديال الجرام. ونرجعوا لهنا هاد النقطه هادي، كما قلت لكم هاد الخيط هذا راه غادي يرجع وخا يبقى شايط ليكم ما تخافوش منه. الا ما جريتيش بهاد الشكل هذا بعد مرات تيتراجع غير بوحدو، جروها شويه باش تقعد بهاد الشكل هذا. فهاي هنا ثبتوا وجاو بالشكل ديالهم مزيان. فغتكملوا دائما كما قلت لكم في هاد النقطه ديال الوسط هذه، غتبقاو غاديين ديما خدموا وحده في هاد الاتجاه وحده في هاد الاتجاه. من بعد غنرجعوا باش نغطيو هذاك هاد الفراغ اللي غيبقى عندنا في الوسط، غنستعملوا هذه من هاد الراس لهاد الراس كما وريتكم.
كيف ما وريتكم في هذا اللي استعملته هنا، نفسها غادي تستعملوها هنا. هنا غديروا غير وحده، تبغى دير جوج دير جوج، ماشي اشكال. هنكمل هذه ونرجع نوريكم الشكل النهائي. فكنتمنى هاد الشكل ينال الاعجاب ديالكم، واللي بغات هاد الطريقه هذه اللي فيها هاد الحبه، انا غادي ننزل ليها الفيديو ديالها، ممكن حتى هي تشوفوها، حتى هي طريقه مزيانه. انا وضعت هنا جوج ديال الطرق مختلفين، هاد الحبه وهنا بريد عادي، وهنا بهذه الطريقه هذه. كنتمنى الطريقه تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا على المتابعه. ما تنساوش الضغط على زر الاعجاب للتشجيع.